وللحديث أكثر عن تطورات المشهد في فلسطين المحتلة ينضم إلينا من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني ساري عرابي، ومعنا من غزة كذلك المختص في الشأن الأمني والعسكري السيد رامي أبو زبيدة. أبدأ معك سيد ساري، يعني مع دخول العملية عملية سيف القدس بحسب ما سمتها غرفة العمليات الفلسطينية المشتركة، مع دخولها يومها الثاني، إلى أي مدى ترى أنها خففت عن الداخل الفلسطيني بعد المواجهات الدامية التي شهدتها القدس المحتلة والشيخ جراح خلال الخمسة أيام السابقة؟ يعني أستطيع أن أقول أن عملية سيف القدس و انخراط المقاومة الفلسطينية انطلاقا من قطاع غزة في الأحداث التي كانت موجودة في القدس، كل ذلك في الحقيقة هو وحدة واحدة متكاملة. يعني الأحداث الجارية الآن في فلسطين المحتلة عام 1948 في كل المدن الفلسطينية داخل 48، سواء المدن المختلطة أو المدن غير المختلطة، في 48 في يافا، في اللد، في عكا، في كل الأماكن، هي في الحقيقة إضافة إلى الأحداث في القدس، إلى الأحداث في الضفة الغربية، إلى الأحداث في قطاع غزة. هذه كلها ملحمة واحدة، معركة واحدة، مواجهة واحدة، تؤكد أولا وحدة الشعب الفلسطيني، تؤكد أن الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 48 استحال على الاحتلال الإسرائيلي أن يتمكن من دمجهم أو أسرلتهم أو تذويبهم أو نفي ذاكرتهم الوطنية وذاكرتهم الكفاحية والوطنية التاريخية للفلسطينيين. وحدة المعركة وتعدد المعركة في ساحات متعددة ومتنوعة، أولا هو يستنزف جهد الاحتلال الإسرائيلي، يثبت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نستطيع أن نقول أن المقاومة في قطاع غزة خففت عن القدس. يعني ساحة القدس الآن على وجه التحديد هي يعني ساحة فيها قدر ما من الهدوء النسبي، ويعني ليس هدوءا كاملا وليس هدوءا مطلقا. انخراط المقاومة في المعركة نستطيع أن نقول أنه عزز إنجاز المقدسيين بحماية المسجد الأقصى وبحماية الانجازات التي تحققت في ساحه باب العمود وحي الشيخ جراح والمسجد الاقصى، يعني كما سلف وقلنا، وايضا الفعاليات الموجوده في الضفه الغربيه والفعاليات الكبيره والعظيمه والواسعه والشامله والعميقه والمفاجئه الموجوده في فلسطين 48، ايضا هي تخفف عن كاهل المقاومه في قطاع غزه وتشتت جهد الاحتلال الاسرائيلي. هذا على المستوى الميداني طبعا. فضلا نعم، سنأتي على تفصيلات ما يحدث في فلسطين المحتلة عامة سيد ساري عرابي، ريثما أنتقل إلى المختص في الشأن الأمني والعسكري السيد رامي أبو زبيدة. سيد رامي، نبدأ من الضغط الشعبي، ولكن من الطرف الفلسطيني، كيف ترى حراك الفلسطينيين في الداخل، لا سيما في مدينة اللد التي شهدت إطلاق نار على عناصر من الشرطة الصهيونية؟ يعني واضح انه هذه الموجه وهذه الحراك الفلسطيني الذي يوحد الشعب الفلسطيني هو القدس والاقصى والعدوان الصهيوني على المقدسيين والتهجير والبطش وما يقوم به العدو الصهيوني على الاراضي الفلسطينيه وعلى قطاع غزه، هذا وحد الشعب الفلسطيني. ايضا المقاومه عندما في قطاع غزه عندما ساندت القدس وكانت الظهير لشعبنا رفعت المعنويات واعطت صوره قويه لشعبنا ان هناك سند لهم. هذه المقاومه تتكامل سواء في غزه، في الضفه، في الاراضي المحتله، وما خاضه الشباب المقدسيين في القدس، كله يؤكد على أهمية المقاومة ووجود مقاومة شاملة في جميع الأراضي الفلسطينية حسب إمكانيات ومقدرة كل طرف من الأطراف. هذه المقاومة هي الخيار الأصيل والوحيد الذي يمكن فيه ردع الاحتلال عن عدوانه سواء في القدس أو في أي مكان في الأراضي الفلسطينية. سنأتي على تفصيلات أخرى فيما يتعلق بالميدان سيد رامي. أعود إليك الآن سيد ساري عرابي، يعني كيف ترى مخرجات الكابينيت اليوم، الكابينيت الصهيوني، واستمرار التصعيد من قبل الاحتلال تجاه المدنيين، لا سيما في ظل استمرار جهود الوساطة من جهات مختلفة؟ يعني المؤسسة الإسرائيلية بكل أجهزتها وأذرعها ومستوياتها الحقيقة مرتبكة مع هذه الحالة الكفاحية الواسعة والشاملة، يعني سواء كنا نتحدث عن المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى العسكري. يعني أولا المؤسسة الإسرائيلية عموما ولا سيما المؤسسة السياسية يعني تلقت عددا من الصفعات المتوالية في القدس منذ العام 2017 وحتى هذه اللحظة. يعني تمكن المقدسيون بصمودهم من تفكيك الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى التقسيم المكاني وليس فقط التقسيم الزماني للمسجد الأقصى في خطوة أولى على
طريق هدم المسجد الاقصى وبناء المعبد. والحقيقه هذه ليست يعني كلمات نحن نقولها من باب يعني استثاره عواطف العرب والمسلمين، هي حقيقه معلنه، يعني هي التوجهات الاسرائيليه في هذا الوقت. اليمين الاسرائيلي هو الذي يحكم اسرائيل اليوم، هو يعلن تماما ان توجهاته هو استكمال تهويد المدينه المقدسه وتحويل الفلسطينيين فيها الى اقليه، واستكمال تهويد المسجد الاقصى. وبالتالي الهبه الاخيره سلسله النجاحات المكثفه والمركزه في القدس من حي الشيخ، من باب العمود الى حي الشيخ جراح الى المسجد الاقصى، ثم في وقت لاحق المقاومه في قطاع غزه ومفاجاتها المذهله للاحتلال الاسرائيلي الذي توقع ربما يعني طلقات ورشقات صاروخيه محدوده ولم يتوقع هذا العمق في المواجهه وهذا الاصرار والتحدي والنديه من المقاومه في قطاع غزه، بالاضافه الى الهبه الكبيره في فلسطين المحتله عام 48. الاحتلال مرتبك تماما في كل هذه المستويات، الحكومه الاسرائيليه حينما تجتمع الان لا تدري ما هو الملف الذي تمنحه الاولويه وكيف تناقش هذا الملف، هل تناقش ملف غزه ام القدس ام الضفه الغربيه ام فلسطين المحتله عام 48. اما فيما يتعلق بقطاع غزه والمقاومه هناك، الحقيقه ان المؤسسه الاسرائيليه مره اخرى هي في ازمه حقيقيه، هي غير قادره على الانسحاب من التصعيد والمواجهه الان، لان انسحابها في هذه اللحظه هو سيظهر بشكل جلي للجمهور الاسرائيلي فضلا عن الفلسطينيين والعالم على انه هزيمه محققه، لانها لم تتمكن من تحقيق اي انجازات. واستهداف بعض قيادات المقاومه واستشهاد بعض قيادات المقاومه اصلا هو امر متوقع في ظل حمله يعني حرب مفتوحه ومواجهه مفتوحه وحمله مسعور هذا النوع، وفي الوقت نفسه هي غير قادره على الذهاب نحو حرب بريه اولا، لانها تعلم تماما ماذا سوف تجد من المقاومه داخل قطاع غزه كما وجدت في العام 2014، لن تستطيع التقدم وسيكون هناك ملحمه جديده تقدمها مقاومه مبهره ومدهشه للجميع. وايضا هي لا تدري ماذا ستفعل في اليوم التالي بعد الدخول في حرب بريه، فهذه القرارات، ولذلك الاحتلال الاسرائيلي يهرب من عجزه لاستهداف المدنيين في قطاع غزه ويهرب كلمه اخيره تفضل. ويهرب من فشله في استهداف المدنيين في قطاع غزه باطلاق ميليشيات المستوطنين على اهلنا العزل في فلسطين المحتله عام 48. نعم، اليك سيد رامي ابو زبيده مجددا، يعني عمليه سيف القدس النوعيه على اوجه عده، منها عدد الصواريخ التي تطلقها المقاومه الفلسطينيه باتجاه اراضينا المحتله، يعني إلى أي مدى تستطيع المقاومة الاستمرار على نفس الوتيرة، وهل يراهن الاحتلال على طول النفس؟ يعني المقاومة عودتنا في من خلال، لو تتبعنا احنا المقاومة في معاركها في 2008 2011 2014 في 2014 صمدت المقاومة أكثر من 50 يوم، بالتالي هذه المعركة أوضحت أن المقاومة راكمت نضج ووعي تجلى في إدارة المعركة مع الاحتلال بذكاء، تكامل الأدوار وتنسيق عالي المستوى بين كافة أزرع المقاومة، عملية الرد على العدوان. المقاومة حتى الآن تخوض الجولة هذه الجولة بهدوء واتزان وتكتيكات محسوبة. المقاومة لا تزال تحتفظ بجملة كبيرة من المفاجآت النوعية، سواء على صعيد العمليات الهجومية البحرية الجوية أو البرية. لم تستخدم المقاومة من تكتيكاتها العسكرية سوى القوات الوحدات المدفعية والإطلاق الصواريخي. أيضا وجود التنسيق العالي بين الفصائل، اختيار أوقات الضرب بدقة، نجاعة الضربات واستهداف مناطق حيوية، حجم الأضرار، كله يشير على أن المقاومة راكمت وامتلكت خلال السنوات التي أعقبت حرب 2014 نقاط القوة، سواء على صعيد الوسائل النوعية أو الأسلحة المبتكرة. هذا أعطاها مساحة لاتخاذ القرارات والسيناريوهات المتوقعة ومواجهة الاحتلال والرد عليه. أيضا العمل الأساسي ما يحدث من صراع في هذه المعركة وتوحد الجبهات. المقاومة حتى الآن أوجعت العدو بشكل كبير وهي في حالة دفاع عن نفس، تقوم بواجبها في رد الدفاع عن شعبنا، وباعتقادي قادر المقاومة على أن تستمر في أخذ زمام المبادرة ومفاجأة العدو بما تمتلكه من قدرات. والواضح أنه من الميدان هو عجز الاحتلال في التعامل مع القوة الصاروخية لحتى الآن، وفشل منظومة القبة الحديدية في التصدي للصواريخ المقاومة، حجم التطور اللي شاهدناه في استهداف الصواريخ، نوعيتها، كثافتها، كل هذا يشير ان المقاومه باتت اكثر قدره على ايلام هذا العدو. نعم،
من جديد إليك سيد ساري، يعني عضو المكتب السياسي لحركة حماس سيد عزة الرشق قال بأن الحركة أبلغت وسطاء التهدئة بأن على الاحتلال وقف عدوانه في مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطيني أولا. هل تعتقد أن نتنياهو يمكن أن يرضخ وهو من يتحين الفرصة كما تعلم للعودة لمقعد رئاسة الحكومة بعد أن فشل في تشكيلها؟ يعني الحقيقة لن تأتي حسابات نتنياهو على مقاسه. يعني نتنياهو كانت يعني حساباته خاطئة في أكثر من جولة مع المقاومة داخل قطاع غزة، ليست فقط حسابات نتنياهو، يعني حتى حسابات المؤسسة الأمنية والعسكرية. يعني كل التقارير التي نقرأها في الصحافة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هي تشير إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لم تكن تتوقع أن تدخل المقاومة على خط المواجهة بهذا الشكل الواسع والشامل والكاسح والمؤثر في ما يسمى بالجبهه الداخليه عند الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي انا اعتقد ان بنيامين نتنياهو صحيح يعني وقد يحاول ان يستثمر هذه المواجهه، لكن ايضا حسابات بنيامين نتنياهو مرتبكه. مره اخرى بنيامين نتنياهو سواء قرر ان يذهب نحو مواجهه اوسع مع قطاع غزه، الاحتلال الاسرائيلي سوف يخسر خسائر هائله، وسوف تتحول هذه المواجهه مع قطاع غزه الى حاله مفصليه تماما في الواقع الفلسطيني الراهن، بل وفي الواقع العربي والاسلامي. هذه مواجهه مختلفه عن المواجهه السابقه. ربما مواجهه عام 2014 بحكم طولها يعني اكثر من 50 يوم، ربما كانت على مدار 50 يوم اعنف مما هو جاري حتى الان، ولكن هذه المواجهه بابعادها المتعدده في فلسطين قلبت كل الموازين على مستوى الشارع الفلسطيني، على مستوى الحاله السياسيه الفلسطينيه، على مستوى الشارع العربي. والحقيقه أبطأت حاله الفراغ من الهدوء التي كان يتمدد فيها الاحتلال الاسرائيلي استعماريا في ساحه الضفه الغربيه، وسياسيا ودعائيا صديرا وثقافيا في العالم العربي. وبالتالي حسابات بنيامين نتنياهو ضيقه وخياراته الحقيقه محدوده للغايه. حيثما اتجه نحو انهاء المواجهه والتصعيد او نحو الذهاب نحو العديد يعني المزيد من المواجهه والتصعيد، اعتقد ان نتنياهو خاسر ليس بالضروره على مستوى كرسي الحكومه، ولكن خاسر على المستوى الاستراتيجي الاسرائيلي في كل الاحوال. سيد رامي، الاحتلال الصهيوني استهدف عددا من قادة كتائب القسام وسرايا القدس، إلى ما ترجع هذه الاستهدافات؟ هل هناك خلل استخباراتي مثلا؟ يعني اغتيال القادة واغتيال المقاومين في هذه المعركة أمر قد يحدث، وهذه معركة وهؤلاء مجاهدون أعدوا أنفسهم لمثل هذه المعارك، وتوقع استشهاد بعض المجاهدين أمر واضح، وهو يشير أن إسرائيل دفعت ثمن باهظ على أيدي هؤلاء المجاهدين. لذلك يسعى الاحتلال من خلال تنفيذ هذه السياسة إلى حرف أذهان الرأي العام عن الانتصارات الكبيرة التي تحققها المقاومة الفلسطينية على الأرض. وأثبتت كل التجارب أن الأساليب العدوانية وعمليات الاغتيال اللي ينتهجها الاحتلال مع المقاومة فشلت في منع تطورها واستمرار هذه المقاومة. الاحتلال اغتال العياش، اغتال أبو الهنود، اغتال العطار وأبو شمالة، واليوم صواريخ العطار وأبو شمالة هي من تسقط على مستوطنات الاحتلال. بالتالي المقاومة قدمت العشرات من صور النصر، منها قصف العمق الصهيوني، تعطيل الحياة داخل الكيان. يحاول الكيان من خلال هذه العمليات أن يأخذ مشهد النصر ويسوقه لمجتمعه الصهيوني. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ساري عرابي، كنت معنا من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك. وكذلك نشكر المختص في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة، كنت معنا من قطاع غزة.